تحية للحضور الكريم، تحية لجنة التحكيم المحترمة، تحية لإدارة المهرجان على فور الاستقبال. شكرا لكم جزيلا. الفيلم عن أكاديمية جهة فاس مكناس، ثانوية ابن العربي التأهيلية. الفيلم يحكي قصة لواحد تلميذة اللي عندها مول بادية للرسم، لكن كتلقى المنع والحاجز من الأب ديالها، من الشارع ومن المؤسسة كذلك. فلهذا فرجة ممتعة وشكرا لكم. وأنا بغيتي غير موت هو اللي كاين. Thank you.